نهاركم سعيد مع خالد السعيد. اليوم تلقيت دعوة من صديقي كيفن من الهند اني اشوف واحضر مباراة كريكت بين فريقين محليين هني في الكويت، وتعرفت على معلومات وايد عن هذه اللعبة الممتعة وتجهيزات اللاعبين وهذا الحامل اللي يلبسونه، لان كرة الكريكت وايد صلبة وتيل اللاعب بسرعة 160 كيلومتر في الساعة لما تنطق في هذا المضرب الخشبي القوي. لعبة الكريكت لعبة قديمة عمرها 300 سنة، أول مرة ظهرت عام 1721 في جنوب شرق إنجلترا، ومن إنجلترا مع الحروب والاستعمار انتقلت إلى جزر الوست إنديز اللي هي جزر الكاريبي، كوبا، بهاما، مونتيغو، دومينيكان، ومن هناك انتقلت إلى أستراليا، وفي استراليا لعبوها، ومن استراليا انتقلت الى نيوزيلندا، ومن نيوزيلندا انتقلت الى الهند، وفي الهند ابدعوا فيها وصارت هي اللعبة المفضلة ونمبر 1 في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، وهي تعتبر فرق قوية. لعبة الكريكت ممتعة لكنها مشكلتها وايد طويلة، في البطولات ممكن توصل اللعبة إلى 7 ساعات و30 دقيقة على مدى 5 أيام، صراحة وايد طويلة ولكن لها عشاقها. وأحلى شيء شفته اليوم في مباراة الكريكت أنها جمعت لاعبين من جنسيات ومن أطياف مختلفة، كان في لاعبين من الهند ومن باكستان ومن سريلانكا، ومعروف أن هذه الدول سياسيا عندها مشاكل، ولكن الرياضة والموسيقى تجمع الناس مع بعض. هذا واحد من اللاعبين من باكستان يبدل اللاعب المضرب الهندي ويسلم على بعض ويعطون بعض ماي وحبايب وإخوان. الكويت فيها منتخب كريكت يدير واحد كويتي عايش بالهند وهو هني يدرب الفريق الكويتي للكريكت، وأتمنى صراحة في يوم من الأيام أشوف ملعب كريكت بروفيشنال في الكويت علشان الناس تزاول هذه الرياضة بدل ما يزاولونها بالبراحات. واليوم المباراة انتهت نتيجة 191 فازوا على الفريق الثاني 136. لعبة جميلة وممتعة، وتجهيزات الفريق كلها كانت جاية من باكستان على حساب اللاعبين هذول، هم اللي فصلوا اللبس والمضارب وكل تجهيزاتهم. شاكر لكم متابعتكم لهذه اللعبة اليوم، أنا خالد السعيد وتبسون على خير.